أنا معايا محمد هشام ابن محافظة الفيوم. محمد اتخرج في كلية التجارة، ولكن عشقه لممارسة الرياضة دفعه للعمل عشان يقدر يحقق إنجاز من خلال حبه للرياضة. كانت النتيجة 5 أرقام قياسية بموسوعة جينيس. بيشرفني النهاردة محمد هشام عشان نعرف منه حكايته ورحلة نجاحه وحلمه اللي بيتمنى يحققه خلال الفترة الجاية بإذن الله. محمد بصبح عليك ومنورنا ومشرفنا. صباح الخير. يا صباح الفل. قول لي يا محمد، قصتك ايه مع الارقام القياسيه ومع الرياضه؟ انت مبدئيا بتلعب ايه قبل ما ندخل في قصه الارقام القياسيه؟ ايه رياضتك المفضله او اللي بتمارسها؟ انا بلعب حديد كمال اجسام، بس بحب الضغط والعقل. اكتر تمرينتين بحبهم الضغط والعقل. دول اللي انت بدات تدخل من خلالهم للارقام القياسيه بالظبط يا فندم. البدايه كانت 2020. شفت فيديو في شاب صيني بس رقم موسى جنس تمرين دايما دوبش اخضر، كان مسجل 88 عدد بالدقيقه. انا قلت ان انا اكسر الرقم ده، المهم اتمرنت عليه اكتر وبعدت طلب الموسوعه. جاء الرد بعد 3 شهور، نبعت الادله، بعت الادله واستغرقت ايضا 3 شهور، جاء رد بالرد بسبب اخطاء في اداء التمرين. المهم قدمت طلب ثاني وبرضه استغرق 3 شهور وبعت الادله، برضه اترفضت في المره الثانيه. في المره الثالثه ايضا هو رقم ليا في موسع جينيس، خد مني 1.5 سنة مراحل فشل لحد ما قدرت ان انا اكسره. كان تحدي صعب بالنسبه لك يا محمد؟ ده كان تحدي صعب بالنسبه لك ان انت بتتابع حد مثلا عمل رقم معين وانت بتحاول تكسره؟ اكيد بتاخد فتره تدريب عشان تقدر تقول ان انا جاهز ان انا ادخل الموسوعه مكان الشخص الفلاني اللي هو كان عمل الانجاز قبل كده. في اخطاء شويه في اداء التمرين. كان هو رقم ليا تمرين دايموند دوبش هو ده. كان 88 عدى كسرته بواقع 93 عدى. 93 93 عدد. والرقم اللي قبل كده كان كام؟ الرقم كان 88. حلو، انت فرقت عليه. ده كل ده في الدقيقه الواحده بالظبط. بعدها بفتره اللاعب السن دوت كسر رقم واقع 96 عدد في الدقيقه. المهم انا مرنت عليه ثاني قدرت ان انا اكسره بواقع 98 عدد في الدقيقه. يعني انتوا الاثنين دخلتوا بقى في صراع الجبابره بقى. بالظبط. طيب اخر رقم متسجل باسمك ولا باسمه؟ لا حاليا باسم انا. باسمك انت. هو سجل 96 كسرت انا تاني سجلت 98. ما شاء الله. اول رقم كان 2020؟ بص البدايه كانت 2020 ان انا اكسر رقم في موسوعه جينيس. انت بنتكلم دلوقتي في 5 أرقام خلال سنتين. بالظبط. هو اول رقم اتبع ليا كان 10/6/21. انا من 10/6/21 لحد وقتنا هذا كسر 5 أرقام. ما شاء الله. ان شاء الله في ارقام ثانيه اكسرها فتره مقبله. انت ازاي محمد بتعمل عمليه المتابعه وبتشوف ازاي اخر ارقام؟ انت يعني متواصل مع الموسوعه او بتطلع على البيانات اللي بتصدر عن الموسوعه طول الوقت؟ بعمل سيرش على، انا متميز في تمرين الضغط، بعمل سيرش على تمرين الضغط في موقع جينيس، بتجينا جميع اوضاع تمرين الضغط، بشوف الارقام اللي انا عايز اكسرها ايه وبقدم طلب عليها. اخر رقم بقى انت خسرته كان عباره عن ايه؟ اخر رقم الثاني ليا. نعم. ده قرشر بوش ابو مرتفع، ايدي الشمال زاويه 45 درجه من الجسم. وبلعب على الادوار. ده كان الرقم العالمي 40، سجلت انا 48. حلو جدا. ده الرقم الثاني. طب قول لي يا محمد، انت الرياضه في حياتك بشكل عام، انت بدات تمارس رياضه اصلا من امتى؟ 2017. اكيد 2017 ده اول عهدك بالرياضه؟ لا، اول عادي كان في الجيش 2015. طب ايه الضغط الماسي؟ السويدي بقى الضغط والعقله والدنيا. سمعنا ان انت الضغط الماسي انت مميز فيه، يعني مش ناس كتير تعرف عنه حاجه وانا واحد منهم الحقيقه. ايه الضغط الماسي؟ ايدك بتبقى على شكل ماسي، ايدك مضمومه على شكل ماسي وبتلعب ضغط. هو الفرق بينه وبين الضغط العادي ان ايدك مضمومه.